عايزكم تتفائلوا. في قلق، القلق ده حاجه صحيه، التوتر حاجه صحيه. لا انا لعبت مباراه او لعبت كذا مباراه في النهائيات، بيبقى في قلق وفي توتر، وعارف الجمهور بيبقى قلقان جدا، وطبعا الاجهزه الفنيه والمنظومه كلها بتبقى قلقانه. يمكن الفتره اللي فاتت كان في نغمه بتقول ان الماتش سهل، كل ما قرب الماتش ابتدت الامور يعني حاسين ان لا الماتش فيه صعوبه شويه، لا الماتش فيه قلق، فيه توتر، احنا حاسين ان هو ده كويس. ده قلق صحي. ده قلق ايجابي ان شاء الله. هو ده القلق اللي هيخلينا باذن الله رب العالمين، لان الكلام ده بيوصل للعيبه على فكره. احنا واحنا لعيبه الكلام ده بيوصل لنا. بنبقى مركزين، بنبقى نازلين، في البدايه بيبقى فيه قلق شويه، توتر شويه، ولكن بعد 5 دقائق 10 دقائق خلاص بنخش في اجواء المباراه. حتى لو فرقه جامده، فرقه مش جامده، فرقه على القد، فرقه عشوائيه، فرقه بتلعب عارفين هي بتلعب ازاي، لا هو يمكن القلق شويه زياده بيبقى عند الجهاز الفني. انما احنا كلعيبه اول ما بننزل الملعب 5 دقائق 10 دقائق خلاص بنخش في اجواء المباراه، بنبقى عارفين نتعامل ازاي مع احداث المباراه. انا مش قلقان جدا من حته لعيبه النادي الاهلي النهارده. لعيبه النادي الاهلي انا عندي فيهم ثقه كبيره جدا جدا جدا. وعندي ثقه في الجهاز الفني، وقبل كل ده عندنا ثقه في ربنا. ربنا وقف معانا في اوقات كتير جدا 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 جدا. انا مش هتكلم عن النادي الاهلي لان فخر لاي واحد فينا الانتماء للنادي الاهلي. لو اتكلمنا عن النادي الاهلي ونشاته وتاريخه ورؤسائه وافضل نجومه وارقامه القياسيه،